في حوارنا المتواضع اللي بيدور بيننا استاذ احمد، ولما جينا نوصل لبعض الاسماء الاصدقاء كان الاستاذ شاعر كرم الجعفري كان نزل تقريبا عشان يصلي مبكرا قبل الاذان. انا طبعا قاعد انا شايف قاعد هنا وبراقب يعني. فنستاذن الاستاذ كرم الجعفري يجي يتوقف. معلش هو توقيت ردع بلد سلام عليكم. خش انت على الباكش ده، هو بيركب حاجه انت انت على المنصه. بص على طول استنى بس الناس توقف الكلام شويه عشان هقول في الاول بس كلمتين تعقيبا للاستاذ احمد حسن عمر اللي هو ضيفنا النهارده، انه قال في اول الكلام انه لولا شغلته محاسب ما كانش كتب الزجل ده، لو كان شغال شغلانه ثانيه كان هيكتب حاجه احسن من كده. طب هو احسن من كده، يبقى كده ما فيش زجلين في مصر غيرك بقى، ده ربنا كرمنا احنا. طبعا شغل الحسابات بيأثر، اقسم بالله العظيم بروح البيت بكتب في الدفتر حياتي للصبح الثاني يوم. مكتوبه ما انت مضغوط طول اليوم، معاك ورقه مش عارف تخلصها النهار، ما هو كل شويه يكتبك في حاجه. داين وبديل. وبعدين لما تروح تلاقي مثلا عندك زياده 50,000 جنيه، استاذ اشرف والله 50,000 جنيه. يعني دفعت 25 لا هو هقول لك هو لو عجز انا هتصدم، هم طلعوا زياده لصرفي، فطبعا هيجوا منين؟ انا عارف ان في خطا ما يعني. فبتفكر فيه وتصلحه وبتاع طول النهار مضغوط. فلو انت شغال شغلانه ثانيه اعتقد كان هيبقى اهدى اعصابك شويه. عايز اقول حاجه بس يعني انا لاحظتها، يعني استاذ كرم بيعزك لدرجه كبيره جدا لان هو ما بيحضرش نعم ما بيحضرش ندوات ده كرم إيه؟ الا الجمعه ده كرم ان هو يحضر النهارده. فده صديقي احنا قلنا في البدايه قبل ما حضرتك تيجي ان هو مذكورا اعتذر عن الحضور في العمل اليوم تلبية لحضوره مع الأستاذ أحمد حسن، اللي حبايب الأستاذ أحمد حسن كل اللي موجودين هنا، وأنا عارف إن في كتير جدا اعتذروا وأنا برحب طبعا بيهم. اتفضل أستاذ. بما ان الاستاذ كمال قال ان انا نزلت قبل توقيت الصلاه، انا سمعته اذن هنا في التليفون. فهو ده توقيت بقى شهد الكلمات تقريبا. فهنقول حاجه اسمها ركعتين لله. عايز مفتاح الحياه موجود في ركعتين لله. عايز رزق حلال، عايز عزوه ومال، عايز طوق لنجاه، داوم على المناجاه مع ركعتين لله. عايز صحة وستر وكمان راحة بال، اشرب مر الصبر تتحقق الأمال، حب الغير تلقى الخير جواه، انفق مالك تتحقق أمالك، واعرف إن مقالك في الآخر لله، وافهم إن أنت مالك رب سواه، اصبر لأجل تنول وبين إيديه ابكي، لخلقه ما تقول ولا تحكي ولا تشكي، هتعيش وما تعشي راضي انا بعشي، العقل يقول ان انا امشي وفق هواه، لما اصوم واصلي القى نصيبي يوصلي، وارضى باللي حصلي عمري ما احس بآه، صحيح مانيش معصوم ولما اصلي واصوم ساعتها راح انتصر على كل الخصوم، وتحلالي الحياه بركعتين لله. شكرا.